شوف تيفي، اهلا وسهلا. الشيء الجديد من مدينة الدار البيضاء، دائما من الشارع أنفا. انت عارف واحد الحادثة سيئة مروعة، واحد السائق اللي كان في حالة غير طبيعية. الآن تشاهدوا معنا في تطبيق شوف تيفي لحظة وجاية ديال السيارة ديال السائق على المباشر. نتمنى الله السلامة، نتمنى من الله أن السيد اللي خدم اللي كان سايق الموطور وعجل كبير، نتمنى من الله ما يكونش عنده شي حاجة صعيبة، نتمنى له الشفاء العاجل. شوف تيفي، تبعتو معنا في هذا المباشر لحظة الوفاة ديال السيارة ديال هذا السيد هذا اللي كان تيصور في واحد الحالة غير طبيعية، وصفة حادثة سيارة مروعة. إذا في قناة شوف تيفي، إلى هنا استودعكم الله وإلى اللقاء مباشرة آخر إن شاء الله.